الفقراء ولهذه المناسبة بالسلام على سلوكهم الكريم واستلام الدروع التذكارية تقديرا لمشاركتهم ورعايتهم في توظيف الشباب السعودي. وقد تم بفضل الله سبحانه وتعالى تأمين أكرم من 2000 وظيفة ولله الحمد والفضل والمنة. أولا الراعي الماسك شركة الاتصالات السعودية ويمثلها السيد سعد بن شفر آل سراح. الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابق ويمثلها السيد خالد بن عبد الله القحطاني. شركة الدواء والخدمات الطبية ويمثلها الدكتور حازم بن عامر. الراعي الذهبي شركة العليان ويمثلها السيد عبد الله بن محمد العالي. الراعي التطوير شركة المحولات السعودية ويمثلها السيد سعد محمد الشهراني. شركة أبناء عبد الله الخضري ويمثلها السيد حسين السيد أحمد بن عبد العزيز الحبيب. مؤسسة أذكى المعارف ويمثلها السيد جميل الرشيدي. صندوق تنمية الموارد البشرية ويمثلها الأستاذ طارق محمد الوصالي. الراعي الإعلامي دار اليوم في الصحافة والإعلام ويمثلها الدكتور صالح بن أحمد البوم. المدير التنفيذي للعلاقات العامة والفعاليات والمناسبات في دار اليوم. والآن يا صاحب السمو يتقدم معالي المحافظ وعميد الكلية التقنية بتقديم الترعة التذكاري لسموكم الكريم.